إيمان صور من سير صور مع صور أخوانا بارك الله يخليك. زيد 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 كوكبة كبيرة من الفنانين يشاركون. أنا متأكد أن كل الفنانين المغاربة لو كانوا طلبوها منهم غادي يشاركوا، لأننا الفنانين المغاربة يؤازرون ويؤاخون، وربما المغربي بصفة عامة ماشي الفنان. أنا طلبت أن أبتدئ الحفل، وأتمنى أن تكون بدايتي في مستوى السيدة الجميلة، وأن نرد لها بعدا من ما قدمته للثقافة والحضارة واللهجة المغربية. بريمو أنا دابا لحميت شوك باش أنني نكون في هذا الحفل هذا، والحمد لله الله يدوم محبة بين الفنانة مع بعضياتهم. حضورك اليوم كاين شي فقرة فوق هي أنا طبيعة الحال وأنا نجي باش نضحك الناس، شنو غندير؟ بطبيعة الحال راه غادي نجي باش نطلع ندير فقرة فوق هي ديالي ونشطوا مع الناس كاملين. يعني لبيت الدعوة ديال مالي للفكرة، فكرة جميلة، فكرة تنم عن حس تضامني بالنسبة للقيمين على هذه المبادرة. ما يمكن لنا نصفقوا لها ونحيوا مالها، غير خاص الناس اللي قيمين على الشأن الثقافي في البلاد يقوموا بالواجب اللي عليهم ويهيئوا ظروف أحسن باش يشتغل الفنان في ظروف مريحة أكثر. الشيء اللي غنقولوا اللي قلتها قليلة في حق لالة فاطمة الكرادي، هذا تكريم ليها، تكريم للفنانة كلهم. لا أي فنان تكرم إلا كيكون تكريم للفنانة كلهم، وفاطمة تستاهل أكثر من تكريم، أكثر، لأنه عشت معها سنين وعشنا شبابنا وكبرنا جميع، وحقيقة هاد الشيء كيفرح وكيفرحنا حنا دابا هاد الرواد القدام، كيفرحنا هاد الشيء، وكنتمنى الله يبقى مستمر بحال هاد الشيء وهاد العناية الكبيرة. أنا والله يجعل البركة، ما بغيش نصرح بهذا ما، ولكن أنا في الحقيقة عييت وبدنا ناخذ واحد الوقيتة نرتاح فيها، هذا هو السبب اللي خلاني وقفت واحد شوية. لا الحمد لله ما عندنا حتى شي سبب، بالكل ما كانش سبب وحنا صغار يكون سبب، دابا اللي كبرنا ما كانش، الحمد لله والشكر لله. طبيعه الحال اخويا انا كيعجبني ماشي غير الفولكلور، ماشي غير ديال المنطقه ديال سوسه ولا كلشي المغرب، تبارك الله كل منطقه فيها واحد الفولكلور جميل ومعروفه على عصام كمال. انا تعاملت على مع التراث بواحد الطريقه جديده، وهذا هو اللي قدمني للجمهور، وحنا تنحماقوا على هذه البلاد هذه وعلى الفن ديال التراثي وعلى اللي خارج من التراب واللي كاين في الدم. ها هما قدامك اخويا، قول لهم دابا الى بغاو يلا. نشكر النقابه الوطنيه اللي سكرنا يا تكري بهرام قرنا، فاطمه الكراكي اللي كانت الفنانه بهرام قر اللي في كارخ الميدان بهرن تمتين، ولا المهمه راس التفراح خلي دي شركه وسايس. انا معمور هذا عند تنيخ المكان دابا عرفوا الكيني نجي العدد الفنانه مقرنين ديال العدد نمتلين مقرنين. السلام عليكم ورحمه الله.